مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية التي نخصصها لتطورات ملحمة طوفان الأقصى وفي عناوينها. عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في مجزرة إسرائيلية جديدة إثر استهداف السوق الشعبية في النصيرات وسط قطاع غزة. وردا على المجازر الإسرائيلية، كتائب القسام تقصف تل أبيب وسديروت وتجمعات الاحتلال في جفار عام شمال شرق غزة. ومن بيروت، عبد الله يان يؤكد المقاومة وضعت نصب عينها كل السيناريوهات المحتملة في باقي الجبهات وأيدي قادتها على الزناد. وسط استبعاد أمريكي لخفض التصعيد في القطاع، وصول مقاتلات أمريكية إلى منطقة القيادة المركزية، بلينكين يواصل محادثاته في السعودية، والرياض تعلن رفضها الضغوط لإدانة حماس. أهلا بكم، وبالتأكيد نبدأ من غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق أهلها بعد فشله في مواجهة المقاومة الفلسطينية. مراسل الميادين في غزة أفاد بارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة اللوح بعد استهداف منزلها في مخيم النصيرات ومجازر أخرى في بيت لاهيا وخان يونس. الكثير من جثامين الشهداء بينهم أطفال وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى تزامنا مع استهداف الاحتلال محيط المستشفى، حيث تحولت برادات الآيس كريم إلى ثلاجات لجثامين الشهداء في القطاع. وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت سوقا شعبية في مخيم النصيرات ما أدى إلى ارتقاء المزيد من الشهداء. مراسلنا أفاد بأن طائرات الاحتلال استهدفت بكثافة محيط شمال غرب المدينة ومناطق الأمن العام والكرامة وأرض الشنطي شمال القطاع ومحيط مستشفى العودة بتل الزعتر. ومع استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي، واصل الاحتلال تحريض المدنيين على الهجرة من شمال القطاع إلى جنوبه، معلنا عن فتح ممر لمدة 4 ساعات بدءا من ظهر اليوم. الآن إلى شبكة مراسلينا، معنا أكرم دلول أو عفوا أحمد غانم من غزة، وكذلك هناء محاميد مراسلة الميادين، والزميل عباس الصباغ من جنوب لبنان، والزميلة نسرين سلمي هي معنا من البيرة، وكذلك سيكون معنا الزميل سفيان مراكشي من الجزائر. ونبدأ منك أحمد غانم في غزة وآخر التطورات لديك. نعم محمد، الآن تتوالى أعداد الشهداء، يتوالى الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى هنا في وسط قطاع غزة. في وسط قطاع غزة أعداد جديدة من الشهداء، قبل 10 دقائق وصل إلى هذا المستشفى عدد من الشهداء من النساء والأطفال، 4 أطفال أشلاء مقطعة مقطوعي الرؤوس والأطراف وصلوا قبل قليل. نعم، الآن بحسب ما تردني المعلومات بأن هناك استهداف مباشر للمخيم 2 في منطقة النصيرات. هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، يتم الآن عملية نقلهم من المخيم. الأخبار الواردة من هناك تقول بأن هناك عشرات المنازل سويت فوق رؤوس ساكنيها، نظرا لأنها طبعا منازل
منازل نظرا لأنها منازل متداعية وطبعا مكونة أسقفها من الأسبست، لذلك هي أكيد بكل تأكيد حققت إصابات كثيرة. كنت أقول للتو بأنه المستشفى منذ وصولنا هنا وهو يستقبل يوميا العشرات من الشهداء والجرحى. اليوم المجزرة المروعة بحق عائلة اللوح كانت يعني من أكبر المجازر التي تشهد على إجرام يعني وعلى يعني على إجرام الاحتلال الإسرائيلي. أطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم وصلوا يعني وصلوا عبر سيارات عادية، وأيضا وصل بعضهم عبر سيارات إسعاف. يعني الجميع هنا في غزة محمد، يعني معظم الجرحى يضطر الناس إلى جلبهم إلى المستشفيات عبر سيارات مدنية، لأنه هناك أعداد كبيرة، أعداد الشهداء والجرحى في تزايد مستمر. كما تعلم محمد هنا استعداد كبير من الطواقم الطبية، يكونون في انتظار سيارات الإسعاف المحملة بجثامين الشهداء والجرحى في محاولة لسرعة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. على يمين الصورة قامت وزارة الصحة خيمتان لزميل أحمد. سنستكمل معك التفاصيل، أنت باقي معنا بهذه التغطية المستمرة من الميادين. الآن نرحب بالأستاذ محمد أبو مصبح وهو مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني معنا عبر الهاتف من غزة. مرحبا بك معنا أستاذ أبو مصبح. يعني ضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية التي باتت صعبة للغاية في غزة تحديدا في القطاع الطبي نتيجة هذه العدوانات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يبدو فقدنا الاتصال للأسف بالأستاذ أبو مصبح، محمد أبو مصبح، سنعاود الاتصال به بعد قليل. بالعودة للزميل أحمد غانم في غزة، وكان يتحدث عن الإجراءات التي يعني يحاول القائمون على القطاع الصحي اتخاذها للحد من هذه التداعيات الكبيرة لتلك المجازر الإسرائيلية المستمرة. تفضل أحمد. هات الحجة. نعم محمد، كنا نتحدث عن مزيد من المجازر الإسرائيلية التي ترتكبها إسرائيل. سيارات الإسعاف تواصل القدوم إلى مجمع شهداء الأقصى، مستشفى شهداء الأقصى. الآن مزيد من الجرحى يصلون في سيارات الإسعاف بعد المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق عائلة اللوح، والتي راح ضحيتها طبعا العشرات من الأطفال والنساء. معظم هذه الجثامين هي أشلاء مقطعة. الآن ينزل المسعف من سيارات الإسعاف وهو يحمل قطعة من يعني أشلاء الشهداء، الآن يذهب لوضعها في الخيمة التي أعدت من قبل وزارة الصحة في هذا المستشفى لاستقبال الجثامين، نظرا لأن ثلاجات الشهداء بالكاد تكفي هذه الأعداد يعني الكبيرة. هناك أيضا في هذه الخيمة أعداد من الشهداء الذين طبعا لم يتم التعرف عليهم، ويكتب على أكفانهم مجهولو الهوية حتى يتم التعرف طبعا عليهم. يتوافد الأهالي هنا على بوابة الخيمة طبعا بالدور كما يقال بالعمية، أحدهم خلف الآخر من أجل التعرف على جثامين أبناء. وطبعا قبل قليل يعني أغارت الطائرات الحربية على منزل لآل أبو الهوى في منطقة الخور في مدينة غزة. المنزل طبعا أهيل فوق رؤوس ساكنيه. تنبعث من المنزل نداءات من أصحاب المنزل ينادون من تحت الركام لأجل طبعا إنقاذهم. الحقيقة أنه توالي العدوان الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة، هذا يرفع أعداد الشهداء. الأمم المتحدة قالت بأنه 2000 طفل يعني ارتقوا يعني عفوا مئات الأطفال ارتقوا في الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة حتى يعني حتى هذا النهار. في المستشفى طبعا من يتلقى العلاج يتوجه فورا، أو من دمر بيته يتوجه فورا إلى ساحة المستشفى. هنا قصص حقيقة، قصص مرعبة للنازحين الذين خرجوا تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي مضطرين. هناك يعني يتحدثون عن قذائف صاروخية وحمم متتالية تطلقها على منزل
منزل واحد، من كتب له النجاة هنا، من جاء ليلحق بركب عائلة أخرى، سيدة جاءت لتلتحق بمنزل أحد أقربائها بعد تهديد منزلها، تقول بأنه يعني كتب لها النجاة قبل أن تدخل المنزل. هذه طبعا هذا جثمان طفل جديد، هذا جثمان طفل جديد، الآن يتم استخراج جثمان شهيد بينما يدخل جثمان طفل جديد إلى هذه الخيمة، خيمة جثامين الشهداء. هذا المشهد لعله محمد يعني يطرق ضمائر العالم الميت الذين يتابعون ويشاهدون هذا الإجرام الإسرائيلي الكبير. الآن مزيد من الشهداء والجرحى في سيارات الإسعاف يتواردون ويتوالون. إذن هناك شهداء الآن على بوابة خيمة الشهداء. الآن كما تتابعون يبدو أن هناك شهيد، لأنه اصطفت السيارة مباشرة. نعم شهداء، اصطفت السيارة مباشرة أمام خيمة الشهداء، ولم تذهب هناك إلى بوابة الاستقبال والطوارئ. أعداد شهداء كبيرة الآن، شيئا فشيئا تتوارد، يخرج جثمان ويدخل جثمانا آخر وآخر في صورة حقيقة يندى لها الجبين. يعني معظم الشهداء أجسادهم محترقة، أجسادهم مقطعة. يعني هذه صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حتى هذه اللحظات، بلا رحمة بلا هوادة. الجيش الإسرائيلي كان يعني كما تعلمون دفع الناس بالقوة وبالعنوة، بقوة النار للنزوح لمناطق هو يقول عنها آمنة، لكنه بات يستهدف جموع النازحين الذين يلجؤون إلى المنازل، إلى منازل أقاربهم ومنازل جيرانهم طبعا في مناطق مختلفة من القطاع. لكن الواضح بأن إسرائيل يعني حولت كل غزة، ليس هناك منطقة آمنة في غزة، كل المناطق حقيقة خطرة. الصواريخ الإسرائيلية محمد في كل مكان، هناك شهداء ارتقوا بينما كانوا يمرون بسياراتهم إلى جانب منازل تقصف. يعني بالصدفة كانوا يمرون تدمر سياراتهم. كنت مررت بالأمس أثناء تأمين عوائلنا إلى منطقة سوق النصيرات، منطقة تمتد مسافة كيلومتر، دمرت بشكل كامل وكأن إسرائيل نفذت فيها حزاما ناريا. طبعا كان هناك في هذه المجزرة أيضا ارتقى فيها عشرات الشهداء. هذه الصورة محمد المتكررة من المشافي، أعداد الشهداء كبيرة من الأطفال الذين يعني يصلون أشلاء مقطعة متفحمة، تفسر حجم الإجرام، تفسر حجم القذائف ونوعية القذائف التي تطلقها إسرائيل يستخدمون. نعم محمد. أحمد سنعود لك بالتأكيد في سياق هذه التغطية. الآن إلى الزميلة مراسلة الميادين هناء محاميد وآخر التفاصيل وتطورات لديك هناء، خصوصا قبل قليل كانت هناك رشقة صاروخية كانت باتجاه تل أبيب. نعم أحمد، بالفعل يعني كانت هناك رشقة صاروخية باتجاه مركز البلاد، صافرات الإنذار طبعا دوت هناك، وأيضا باتجاه عسقلان. أحمد يعني هذا الحديث كان قبل حوالي نصف ساعة من الآن، والتقارير الإسرائيلية الأخيرة تتحدث عن إصابة خمسة مستوطنين بالقرب من مستوطنة إشكول بقذائف هاون، وهناك إصابتان خطيرتان كما تصفها المصادر الإسرائيلية. أيضا في هذه الأثناء عشرات من أهالي المخطوفين أو الأسرى لدى فصائل المقاومة في غزة يصلون إلى مبنى يعني مقر وزارة الأمن في تل أبيب، إلى الكريامة يسمى في وسط تل أبيب، ويتظاهرون من أجل إعادة أبنائهم، يطالبون يعني الوزارة، الحكومة، المسؤولين الأمنيين والعسكريين طبعا بإعادة أبنائهم إلى يعني وتخليصهم عمليا. يعني هذه هي آخر المستجدات خلال النصف ساعة ربما الأخيرة. كان هناك أيضا رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، خصوصا كيسوفيم ونير عام، يعني قبل حوالي ساعة أو ساعة وربع،
وطبعا كان هناك تصريحات جديدة للمتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي يتعيد على نفس الشريط إن صح التعبير، يعني هذا الشريط الذي يتم ترديده ويتضمن إما تضليل إعلامي وإما تهديدات للمدنيين في غزة بأنه يجب عليكم المغادرة وأنه حماس تتحمل مسؤولية من لن يغادر من أو ينزح من أهالي غزة أو القطاع الشمالي في غزة إلى الجنوب، رغم أن يعني كما تنقل لنا الصورة، يعني ينقل لنا زميل أحمد وباقي الزملاء الصورة من غزة، يعني هناك استهداف واضح ومباشر وصريح لهذه القوافل من النازحين من المدنيين، ولكن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في آخر تصريحات له قبل قليل يعني تحدث عن أن حماس تتحمل مسؤولية هؤلاء وأن حماس تستخدم الغزاويين كدرع بشري على حد وصفه، وهذا طبعا يندرج ضمن الآلة الإعلامية المضللة التي تنتهجها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة على المستوى السياسي الدبلوماسي وأيضا على مستوى ما يجري من غزة في من قصف ومن غارات في غزة أو تجهيزا لعملية برية في قطاع غزة، على الأقل في القطاع الشمالي من قطاع غزة هي تحاول أن تؤمن لها غطاء من الشرعية الدولية حتى في عملياتها البرية، وتقول نحن حذرنا ونحن أصدرنا التحذيرات وأنذرنا وأمننا على يعني حد ادعائها ممرين آمنين وأن حماس هي تستخدم الفلسطينيين كدرع بشري، يعني هذه يعني هذا مطب عمليا تحاول أن توقع به الفلسطينيين، يعني إسرائيل أن توقع به الفلسطينيين في داخل غزة أحمد كما تعلم. أيضا متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قال بأنه حتى الآن لم نستطع تحديد موقع الأسرى الإسرائيليين ولا إنقاذ أي منهم، رغم أنه بالأمس كانت هناك تقارير يعني عنونت على أنها لأول مرة يعني إعلان رسمي لأول مرة بأنه الجيش الإسرائيلي تمكن خلال الأيام الماضية من اختراق يعني أحياء في داخل قطاع غزة، الدخول إلى داخل قطاع غزة، وكان هناك أيضا تصريحات بأنه تم سحب عدد من جثث القتلى من الأسرى، ولكن واضح بأنه أيضا هذا جزء من يعني الدعاية الإعلامية لرفع أو إعادة الثقة لدى الإسرائيليين بالجيش الذي اخترق تماما في يوم السبت الماضي. الزميل هناء محميد، نحن نتابع معك التطورات أولا بأول في سياق هذه التغطية بالتأكيد، والآن إلى الزميل عباس الصباغ هو معنا من جنوب لبنان خصوصا وكانت يوم أمس هناك تطورات بالغة الأهمية وصلت إلى حد استهداف الأطقم الصحفية، نتابع التفاصيل معك عباس. نعم، تحية لك محمد وللمشاهدين الميادين الأكرام. بطبيعة الحال يعني بعد توتر شديد شهدته الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتحديدا في القطاع الغربي امتداء من بلدة علم الشعب وصولا إلى بلدة عيت الشعب وجوارهما بقصف هستيري إسرائيلي على خراج تلك البلدات، وأيضا استهداف الصحفيين واستشهاد الزميل عصام عبد الله من وكالة رويترز، اليوم الهدوء على الحذر يسيطر على الحدود بشكل كامل. جلنا على الحدود قبل قليل، اللافت بأن الحركة منعدمة. بالأمس يعني لاحظنا خلال 4 أو 5 ساعات مرور بعض السيارات وإن كان بشكل قليل، لكن اليوم منذ الصباح ليس هناك من أي حركة على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هو الحذر الشديد من جانب جيش الاحتلال وربما الخوف من بعد طبعا بيان المقاومة بالأمس بأن استهداف المدنيين لن يكون من دون رد. نحن هنا في مدينة بنت جبيل محمد، هذه أكبر المدن اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة، يعني المشهد في بنت جبيل يرد على جيش الاحتلال، يعني المواطنون في البلدة يتجولون يتسوقون في يعني في مشهد تحدي لكل تهديدات جيش الاحتلال. واسمح لي أن أستضيف النائب حسن فضل الله من كتلة الوفاء للمقاومة لنكون معه على بينة مما يجري. وأولا المشهد في بنت جبيل
سيد فضل الله كيف تصفه؟ بداية عباس بدي أقول لك الحمد لله على السلامة، وبدي عزيك وعزي الجسم الإعلامي كله، خصوصا رفاقك اللي كانوا معك بالشهيد عصام عبد الله، ونتمنى الشفاء لجميع الجرحى. هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو وأنت كنت شاهد عليها، وبالحقيقة رأينا دموعك على هذا الشهيد، وبالوقت ذاته هذا الصمود والإصرار من قبلكم وقبل الإعلاميين على مواصلة العمل، والدليل موجود اليوم أنت هون على الحدود. على كل حال مجددا كل العزاء للعائلة وللجسم الإعلامي بشهيد عصام العبد الله. كما ترى اليوم كنت أنت يمكن عم تواكب، كنا عم نشوفك على في منطقة الحدود هون في مدينة بنت جبيل اللي هي أكبر مدينة في المنطقة الحدودية ومتاخمة للحدود، ومعروف رمزية بنت جبيل ودورها في حرب تموز 2006 عندما هزم العدو الإسرائيلي على أبواب بنت جبيل. كنا إحنا هاي مدينتنا على كل حال وموجودين فيها، كنا مع الناس مع الأهالي بجولة بهذا السوق، الناس موجودة فاتحة محلاتها، الأهالي موجودين، طبعا الكل في حالة ترقب لما يحدث في غزة، الكل يتألم من جهة ويشعر بالفخر، يتألم لمشهد الأطفال الذين يقتلون في غزة، لمشهد التدمير، لمشهد النساء، لمشهد هذه المجازر الدموية التي جربتها بنت جبيل. للتذكير هذا السوق ارتكب فيه العدو مجزرة بالسبعينيات وقتل فيه العديد من المدنيين، ومع ذلك الناس اليوم عم تراقب جوا، وبنفس الوقت مشهد الفخر بالمقاومة وبدورة وبما تقوم به في فلسطين. سيد، كان هناك بيان للمقاومة بأن استهداف المدنيين وقتلهم على الأرض اللبنانية لن يكون دون رد، سيكون هناك رد وعقاب مناسبين، كيف تشرح لنا؟ في أمرين اليوم بدنا نحكي عنهم أو نقطتين مركزيتين. النقطة الأولى ما يتعلق بهذه المنطقة بلبنان، المعادلة التي كرستها المقاومة، كل ما يعتدي العدو على بلدنا سيكون هناك رد، وإذا كان لدينا دماء هذه الدماء لا تبقى في الأرض. وهذا ليس فقط مجرد إعلان عن معادلة، هي معادلة قائمة. بالأمس القريب عندما اعتدى العدو وقتل لنا ثلاثة من مجاهدينا، استشهد ثلاثة من مجاهدينا، بقيت المقاومة ترد حتى أوقعت خسائر في صفوف العدو. بالتأكيد هذا متروك للميدان ولقيادة المقاومة كيفية تكريس المعادلة ميدانيا. العدو اعتدى على بلدنا، قصف، وأدى ذلك إلى استشهاد الصحافي العصام العبد الله وسقوط جرحى. هذا اعتداء موصوف وكل الناس شافته، ومع الأسف أنه حتى من يعمل معهم في المركز ما سموا المعتدي مثلهم مثل بقية الدول أو الوسائل الإعلامية. أي نعم، مع أنه يعني بالعين المجردة كان أمام مرأى العالم كله، وكان هناك محاولة لطمس الحقيقة كما يجري في غزة. فإذا هاي معادلة ستبقى قائمة، نحن ملتزمين بحماية بلدنا، بالدفاع عن بلدنا، بالتصدي لأي اعتداء، لأن إسرائيل هي المعتدية. إسرائيل هي معتدية بمجرد احتلالها، وهي معتدية ميدانيا من خلال ما تقوم به في منطقة الحدود. لكن أنا بوجودي بها المنطقة وبين أهلي وبين الناس بقول لك الناس تشعر هنا بالعزة وبالقوة، لأنها تستند إلى هذه المعادلة، وبتعرف الناس حتى لو سقط لديها شهداء أنه في مين بيخذلها بحقها من جهة، وفي مين بيحميها وبيدافع عنها. فإذن هاي المعادلة قائمة، أي اعتداء إسرائيلي لن يبقى من دون رد، أي استهداف للناس هون لن يبقى من دون دفع ثمن. العدو بده يعرف أنه هاي المنطقة في مين يدافع عنها ومن يحميها، وهذا حقنا الطبيعي في لبنان، أن ندافع عن أنفسنا، أن نحمي بلدنا، أن ندافع عن أرضنا. والناس هون متحمسة ومتحفزة. وإلى غزة الجريحة التي تباد على مرأة من العالم، ماذا تقول؟ المعادلة الثانية مرتبطة بما يجري في الأراضي الفلسطينية وبالتحديد في غزة. أيضا في جرائم ترتكب بالضفة الغربية، لكن الجريمة الكبرى اليوم عم ترتكب بغزة. نحن أولا عندنا ثقة بالله عز وجل، وعندنا ثقة بالشعب الفلسطيني، وعندنا ثقة بمجاهدي المقاومة داخل غزة اللي هن أيضا متحفزين للتصدي لأي هجوم بري. بدي أذكر بال2006 العدو ارتكب مجازر، هاي المدينة دمرها لكن لم يستطع أن يحتلها، دمر الكثير من القرى والبلدات، قصف الضاحية، قصف مناطق كثيرة في لبنان، ولكن بالوقت ذاته عندما دخل إلى البر لقي الهزيمة وانتصرنا بال2006. اليوم في ألم، في دماء،
في مشهد للمجازر التي هي جرائم ضد الإنسانية، لكن في مشهد البطولة والعزة والصمود. طبعا ما حدا اليوم بيجي بيقول للعدو نحن شو ناويين نعمل. نحن لدينا رؤيتنا، لدينا خططنا بكل المجالات وبكل الاتجاهات، لكن العدو ما رح نقدم له نحن هلأ شو بدنا نعمل، ما رح نقول له شو بدنا نعمل، لكن نحن بالموقف العام بنقول إلى جانب الشعب الفلسطيني، إلى جانب غزة، بكل الوسائل المتاحة. هلأ شو هي هالوسائل بيجي وقتها لهالوسائل وبتبين وبيشوفوها كل الناس وقت بيتاخد أي قرار بهذا الموضوع. هذا الموضوع يبقى في إطار ما تقرره قيادة المقاومة، ما تخطط له قيادة المقاومة، لكن نحن اليوم بوضع بالمنطقة كله متوتر، بوضع أدخل الكيان الإسرائيلي المنطقة إلى حرب محورها الأساسي غزة. نحن اليوم في جبهة بغزة عم تقاوم وعم تقاود وتقاتل. بقية الجبهات هذا موضوع مرتبط قلت بتطورات، بالظروف، بالمواكبة، بالمراقبة، بالخيارات اللي بدأت تلجأ لها قيادة المقاومة. وبالتأكيد لن نكشف عن ما نقوم به أو ما سنقوم به، هذا أمر يبقى رهن بتطورات وبالقرار. لكن أنا اللي فيني أقول لك إياه بكل وضوح، المقاومة دائما جاهزة، اليوم بأعلى جهوزية، الناس جاهزة، مناطقنا جاهزة، في تحفز، في حماس، في اندفاع، في استعداد كامل لأن نكون في أعلى درجات التصدي للعدوان الإسرائيلي، ومستعدين لكل الاحتمالات، وحاطين نحن كل الخيارات وكل الاحتمالات أمامنا، وأي احتمال ممكن يصير نحن جاهزين له عسكريا، مدنيا، شعبيا، إنسانيا، بكل المجالات. نحن بدي كرر أقول إن شاء الله جاهزين، ولن يرى العدو منا إلا البأس والقوة والقدرة. شكرا لك سيد حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء المقاومة. بطبيعة الحال يعني خيارات المقاومة موجودة لا تكشفها، لكن هناك جاهزية كما قال السيد حسن فضل الله، وبالتالي هذا الترقب وهذا الحذر على الحدود يعكس بأن هناك من يخاف ويرتبك، وفي الجهة المقابلة من هو جاهز لكل الخيارات. نعم محمد. نعم زميل عباس الصباغ، شكرا جزيلا لك، وسنتابع بالتأكيد معك التطورات أول بأول في جنوب لبنان، تحديدا على الحدود مع فلسطين المحتلة. الآن إلى الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين، هي معنا من البيرة. نسرين نرحب بك، وأيضا اطلعينا على آخر التطورات في الضفة الغربية بعد ليلة من الاشتباكات وأيضا تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. نعم، في البداية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى إلى 54 شهيدا، بارتقاء شهيد جديد في مدينة طول كرم كان أصيب في 15 من عمره، كان أصيب يوم أمس أثناء اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في مدينة طول كرم التي ارتكبت فيها مجزرة عندما بدأت بإطلاق الرصاص باتجاه المواطنين الذين يمرون على الطريق العام، طريق طول كرم الغربي بالقرب من أحد الحواجز العسكرية. كانت تطلق النار بوحشية على السيارات من دون أي مبرر ومن دون أي سبب في محاولة لترهيب وإرعاب الفلسطينيين ومنعهم من السير على الطرقات. الحال نفسه شهدته بلدة أزعيم إلى شرق مدينة القدس على الحاجز العسكري، أيضا تم إطلاق الرصاص على شاب آخر بسبب مروره على الحاجز العسكري، استشهد الشاب فجر هذا اليوم، وبعد قليل سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر. وبالتالي عدد الشهداء ارتفع إلى 54 شهيدا. في الضفة الغربية شهدت صباح هذا اليوم اشتباكات في أكثر من مكان، أبرز هذه الاشتباكات كانت في مدينة جنين التي اقتحمتها قوات الاحتلال في ساعات الصباح بهدف القيام بعملية اعتقال، لكن كان هناك انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المدينة، تحديدا في منطقة حي الهدف وفي مخيم جنين وبلدة برقين. تم اعتقال عدد من المواطنين من هناك، ثم انسحبوا بعد مواجهات وإلقاء عبوات محلية الصنع باتجاههم أدت إلى إعطاب أحد الآليات العسكرية. بلدة نابلس أيضا شهدت مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال لها والقيام بحملة اعتقالات. في مدينة رام الله في ساعات الصباح كان هناك اقتحام لعدد كبير من الأحياء، من بينها منطقة قلنديا وكفر عقب إلى الجنوب من مدينة رام الله، كان هناك حملة اعتقالات. منطقة المصيون والطيرة وبير زيت وكوبر أيضا كان فيها حملة اعتقالات وصلت إلى 50 فلسطينيا منذ
منذ ساعات ليل أمس وحتى صباح هذا اليوم هناك 50 معتقل. عدد المعتقلين منذ طوفان الأقصى وصل إلى 400 معتقل بحسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني. الآن أبلغنا أن أحد الأسرى من منطقة الخليل اتصل على أهله جنود الاحتلال أو رقم مجهول، قالوا له نحن اعتقلنا ابنك لكننا قتلناه، واذهب وابحث عن جثته قرب أحد مستوطنات منطقة بيت عوة. وحتى هذه اللحظة الأب لا يعرف مصير ابنه، فقط ما جاءه من اتصال مجهول وقالوا له أنهم تم قتل ابنه هناك عند أحد هذه المستوطنات. وهذه أيضا جزء من الحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك نسرين سلمي، ونتابع معك التطورات بالعودة إلى غزة مع الزميل أحمد غانم. أحمد، هل هناك تطورات جديدة؟ أو قبل قليل كانت هناك أخبار عن مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة. نعم محمد، فعلا مجزرة جديدة في منطقة النصيرات لعائلة الطلاع، ارتقى خلالها 6 شهداء حسب المعلومات، بالإضافة إلى استهداف منزل في خان يونس لعائلة أبو دقة أيضا، وارتقى في هذه المجزرة 6 شهداء، طبعا 6 شهداء آخرين، فيما لا تزال مستشفى شهداء الأقصى تستقبل كل 10 دقائق، تفضل دكتور، كل 10 دقائق عددا جديدا من الشهداء. اسمح لنا محمد نتعرف أكثر على الأوضاع الصحية في مستشفى. نرحب بخليل الدقران نقيب الممرضين الأسبق ومشرف تمريض في مستشفى شهداء الأقصى. يعطيك العافية دكتور، حياكم الله. لو تشرح لنا بعد إذنك أوضاع المستشفى اليوم، أعداد المصابين، الشهداء، المجازر التي ترتكب. مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد الموجود في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، وهذا المستشفى يخدم لحوالي 350 ألف نسمة، والآن ازدادت الأعداد بسبب النزوح في هذه المنطقة. طبعا وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 1400 إصابة وأكثر من 400 شهيد. هؤلاء المصابين والشهداء جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هذه الإصابات تصلنا إلى مستشفى شهداء الأقصى منذ أمس أكثر من الأيام السابقة التي أبلغ عنها جيش الدفاع الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة. وجيش الاحتلال دكتور. جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها أبلغ عنها منطقة آمنة. ازدادت عدد المجازر، هناك إصابات بالعشرات بالمئات وصلت إلى المستشفى شهداء الأقصى. الإصابات في قسم الاستقبال لم نستطع إسعاف جميع المرضى لكثرة عدد الإصابات التي تصل إلى المستشفى. هناك إصابات موجودة خارج الأسرة، في الممرات، في ساحات المستشفى. هناك قصف مكثف على المنازل، على رؤوس ساكنيها. معظم الإصابات، أكرر، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هذا أمر بربري وهمجي بالاعتداء على مواطنينا في داخل سكناهم وفي داخل منازلهم الآمنة. يجب على العالم الدولي والمجتمع الدولي أن يتحرك لإيقاف هذه الدماء وهذا القصف الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في داخل. دكتور، طبيعة الإصابات التي تصل، كنا نتابع معظمها أشلاء مقطعة. معظم الإصابات تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، معظمها حروق، معظمها بتر في الأطراف، معظمها إصابات في الرأس. الشهداء مقطعين أشلاء كاملة، حالات يعني تصل إلى مستشفى الأقصى يعجز مستشفيات العالم لاستقبالها. فنناشد العالم والمجتمع الدولي أن يفتح ممر آمن لهذه المستشفيات. هناك في قطع للتيار الكهربائي، هناك في قطع للمياه. الآن نستخدم جميع المولدات في داخل المستشفى على ساعات طويلة، قد ينفذ أيضا السولار لا يستمر ليوم أو يومين. هذه كارثة حقيقية. نطالب المجتمع الدولي، نطالب كل العالم، نطالب كل الأحرار أن يقفوا مع أبناء شعبنا الفلسطيني وفتح ممر آمن وفتح المعابر جميعها لإيصال المستعدات والمعدات والمستهلكات الطبية، بدأت في النفاذ، والأدوية. أؤكد وأناشد جميع العالم بأن يقف مع الشعب الفلسطيني وأن يوقف العدوان الإسرائيلي الذي يقوم بقصف من العدوان والاحتلال. هذا المجرم الذي يقصف الأطفال ويقصف النساء. دكتور، لماذا تضعون الجثامين في خيام على بوابة؟ أخي الكريم، بالنسبة للجثامين لا يوجد متسع في الثلاجات، حتى لا يوجد تيار كهربائي لإشغال الثلاجات. هناك عديد من الشهداء
الشهداء كما ترى أخي الكريم، هناك هاي الشهداء الشهيد يصل إلى الخيمة مباشرة إلى المقبرة، لأنه لا يوجد متسع، شهداء أعداد بالعشرات هناك، يعني القصف قصف همجي وبربري. نرجو ونؤكد على العالم أجمع بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك دكتور. إذا تشاهدون كيف، لو سمحت، كيف استشهدت والدته لو سمحت؟ شكرا حسين. طب إذا شكرا، نقدر مشاعركم. إذا هذا هو الحال، هناك استهداف لكل، يعني لكل شيء في غزة، للنساء والأطفال كما تتابعون. هناك حالة حزن كبيرة. هذا الإجرام الإسرائيلي ما زال متواصلا، مجازر مؤكدة، نعم مجازر متواصلة بحق الأطفال والمدنيين. وكما تبعتم يعني رسالة الدكتور، معظم الإصابات التي تصل هي أشلاء مقطعة ومحترقة. نعم أحمد، نحن نتابع معك خصوصا من خلال يعني ما يصل إلى المستشفى من شهداء وجرحى بغالبيتهم من النساء والأطفال. وإلى حد كبير ذلك محمد، اسمح لي فقط. نعم نعم تفضل. لازال معنا نقيب الممرضين محمد يتحدث. نعم الدكتور خليل الدقران يتحدث عن موضوع نقل الشهداء. تفضل دكتور. أخي الكريم، أنا أتحدث عن نقل الإصابات. نحن في قطاع غزة الآن لا نستطيع لنقل المصابين من مستشفى مجاور إلى مستشفى آخر. هناك قصف بربري متواصل على سيارات الإسعاف، على طواقمنا الطبية. استشهد في من الطواقم الطبية أكثر من 20 شهيد. هناك دمار لأكثر من 30 سيارة إسعاف، فالحركة ما بين المستشفيات تكون صعبة جدا، ولذلك نرجو الحماية الدولية لطواقمنا الطبية. دكتور، استهداف أو التهديد باستهداف المشافي، كيف تنظرون إليه؟ أخي الكريم، معظم مستشفيات قطاع غزة تعرضت إلى القصف، وخاصة من المباني المجاورة، وهناك في استهداف مباشر لبعض المؤسسات الصحية والمرافق الصحية، أدى إلى تدمير بعض المباني وجعل الهلع موجود ما بين المرضى والمصابين. شكرا لك دكتور. إذن هذه هي الحالة، هذا هو الواقع الطبي في غزة. نعم أحمد، فقط اسمح لنا أن نشير إلى هذا العاجل على الشاشة. مصدر في المقاومة الفلسطينية للميادين يقول: مقاومون في الميدان في أعلى درجات الجهوزية ويعملون وفق الخطط الموضوعة مسبقا. ونتابع معك أحمد يعني جراء تلك الاعتداءات الإسرائيلية المزيد من الشهداء والجرحى من المدنيين وبغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. نعم محمد، هذا صحيح. الآن تتوالى يعني أو تصل إلى خيمة الشهداء جثتين لشهيدين طفلين في هذا المكان. كنت قد ذكرت أن المجزرة الأخيرة ارتكبت في مخيم النصيرات هي لعائلة الطلاع. الآن تجري وداع، يعني وداع الأطفال، يودعون أمهم التي ارتقت شهيدة. إذن يعني حقيقة مشهد مؤلم. هنا مشاهد الوداع حزينة ومؤلمة، ربما تطرق يعني لا تطرق القلوب فقط، وإنما يعني تذهل العقول. الآن شهيد طفل يتم استخراجه من الخيام، وشهيد آخر الآن يلحق به. طبعا هذه الأكياس، يعني الأكفان من الأكياس بلاستيك، يعني يفسر وجودها حالة طبعا حالة التقطع في أشلاء الشهداء. لا تستطيع الأكفان القماشية حمل الشهداء بشكل جيد، لذلك يضعونهم في أكياس بلاستيكية تضمن عدم يعني وقوع الأشلاء، خاصة أن معظم الإصابات التي تصل تتعرض فيها الأجسام إلى التهتك والتقطع، وهذا يفسر حجم القوة التي تستخدمها إسرائيل في استهداف المدنيين العزل حتى هذه اللحظة في مناطق مختلفة. تردنا كل دقيقة إشعار يعني عن استهداف إسرائيلي جديد في مناطق مختلفة من يعني من القطاع. كنت قد ذكرت بأنه صعوبة وصول الأجهزة الطبية وأجهزة الإنقاذ الدفاع المدني إلى مناطق مختلفة، هذا
يؤدي إلى ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء. يعني أجهزة الإنقاذ لا تستطيع أن تلبي كل إنذارات أو الدعوات للتوجه إلى أماكن الاستهداف. بعض هذه يعني بعض العمارات المستهدفة نزلت أطقم يعني الأجهزة المختصة بعد يوم، لأنه هناك حالات كثيرة، هناك عمليات استهداف كثيرة، هناك نقص كبير جدا في معدات الإنقاذ ومنها الشاحنات والرافعات، الرافعات الكبيرة والجرافات. وطبعا تم الدفع. طب تفضل محمد. أحمد، وأنت تتحدث يعني هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي الآمنين في المنازل، في الوقت الذي يعني تتابعون مشاهدينا هذا العاجل عن مصدر في المقاومة الفلسطينية يؤكد للميادين ويقول ما استخدمناه حتى الآن من قدرات صاروخية لم يتجاوز 10%، ونعمل وفق تكتيك بعيد المدى. أيضا ذات المصدر يؤكد بأنه المقاومة والبنية التحتية ما زالت بأعلى درجات الجهوزية، وأيضا يقول المصدر للميادين لدينا خطة دفاعية محكمة تغطي كامل مساحة القطاع وسنقوم بتفعيلها في الوقت المناسب. إذن ما تتابعوه هذا من تطورات، ما زالت بنية المقاومة فعالة ولم تصب بأي أذى، بينما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بهذه المجازر الوحشية ليست بحق المقاومة بل بحق الآمنين في منازلهم، ويقوم باستهدافهم بهذا الشكل الكبير. وما تتابعوه قبل قليل كنتم مشاهدين مع الزميل أحمد غانم وصول المزيد من الجثث، جثث الشهداء بالتأكيد، وأيضا المزيد من الجرحى بغالبيتهم من النساء والأطفال. إذن هذه تطورات مهمة على الساحة وفي المشهد. والآن إلى الجزائر، حيث تقيم حركة البناء الوطني تجمعا كبيرا في القاعة، في قاعة متعددة الرياضات في قلب العاصمة تحت شعار رغم مجازرهم الجزائر وفلسطين تنتصر. الآن إلى الزميل سفيان مراكشي معنا من الجزائر، وتأتي أيضا هذه الدعوة وهذه الفعالية في نطاق دعوات في غالبية البلدان العربية لنصرة الفلسطينيين. نتابع التفاصيل معك سفيان. نعم، تحية لك محمد وإلى كل الصامدين المرابطين على الثغور وعلى الجبهات في هذه الملحمة التي اهتزت لها كل المحافظات الجزائرية، بدءا من الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ والثكلى. يعني الجزائر، نعم محمد، تحية لك محمد. الجزائر اهتزت لتلك المجازر الإسرائيلية الوحشية في حق النساء والثكلى، وهي الآن ترسل برسائل إيجابية للصمود على الثغور وفي جبهات المواجهة والمقاومة لهذا الاعتداء الوحشي وهذه الحمية على الضعفاء والمستضعفين في قطاع غزة. لم تتوقف المحافظات الجزائرية 58 منذ صباح الأمس الجمعة ومنذ انطلاق هذا العدوان الإسرائيلي ومنذ حتى انطلاق الملحمة، ملحمة يعني الطوفان، طوفان الأقصى، وهم يتابعون عبر الشاشات وخرجوا في الميادين للتنديد وبرفع الصوت والمطالبة بشد عضد إخوانهم في غزة. أنت تعرف وكل العرب يعرفون أن الشعب الجزائري شعب ثائر وشعب قد عانى من نفس آلة التأنكيل والإجرام والدماء التي تمارسها اليوم إسرائيل في قطاع غزة. كانت فرنسا تعمل ذلك، وكانت عندما تنجح العمليات المجاهدين يأتون على القرى فيبيدونها ويمحونها على الأرض، وكانت العائلات، عائلات المجاهدين، يدفعون أثمانا غالية. ولكن هكذا هي الحرية الحمراء، تنتزع بالدم ولا تنتزع بالشعارات. هكذا يؤمن الجزائريون بأن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترجع بالقوة، وأن المقاومة الفلسطينية هي الآن في الطريق الصحيح نحو النصر القريب والأكيد. هكذا تؤمن القيادة الجزائرية من الموقف الرسمي بوزارة الخارجية إلى مختلف الجمعيات والأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية ومنهم حركة البناء الوطني التي انطلقت في هذا التجمع الشعبي وهو الثاني، وبالأمس كانت أحزاب أخرى، حركة مجتمع السلم ومختلف الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها حتى الإسلامية وغير الإسلامية، تجمعهم فلسطين في الجزائر، لا يوجد أي اختلاف حول فلسطين في الجزائر. نظموا الوقفات، رفعوا الشعارات وأسمعوا الصوت بما يملكون من
قاعدة شعبية ومناضلين، ونشاهد حتى أنه في هذا التجمع العنصر النسوي أقوى حضورا من العنصر الرجالي، لكي ترى أنه حرائر الجزائر كلهن يعني رسالتهن للحرائر في فلسطين وفي غزة تحديدا. لا يجب أن تشد المرأة الفلسطينية عضد أخيها في المباني وفي الركوم المتناثرة وفي كل الجبهات، وتنجب كذلك أبطالا جدد، ويصبح الجيل الجديد هو المقاوم المستقبلي، كما عنونت صحف في الغرب وقالت الأطفال الذين كانوا بالأمس بالحجارة أصبحوا اليوم يواجهون المدافع وعلى الميدان. فمختلف الرسائل هنا بأن الجزائر وفلسطين على جبهة واحدة. أنت تعلم أن إسرائيل أصبحت على حدود الجزائر، وأصبحت كذلك تهدد الموقف الجزائري الذي هو في ثبات وصمود من الجانب الدعم المالي ومن جانب المؤازرة بالموقف مع فلسطين. الجزائر تحضر بحسب معلوماتنا إلى قوافل مساعدات، وهناك تنسيق في كيفية إيصالها إلى غزة، وهنا تكمن الإشكالية مع المعابر، وتنسق كذلك على جبهات سياسية أخرى من أجل توقيف آلة القتل ومباشرة يعني الحوار وإيجاد حلول ناجعة وتثمين يعني حق المقاومة في الدفاع عن أراضيها واسترجاع حقها على الميدان. وتعرف أن الجزائر قد انطلقت كذلك قبل أشهر من مبادرة رئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لم شمل الفصائل الفلسطينية وتوحيد صفها وكلمتها لكي تصل إلى هذا المستوى من الأداء اليوم البطولي وأداء لغة السلاح عوض لغة الحوار مع عدوي لا يفهم إلا لغة السلاح. هذا على محور أمني. على محاور أخرى، ربما الدبلوماسية الجزائرية والصاحب القرار الجزائري يفضل العمل في هدوء ولا يفضل الصخب الإعلامي والدبلوماسي وحتى الأمني. على محاور أخرى، مثلا غدا يتفق الصحفيون والإعلاميون الجزائريون على تنظيم وقفة في قلب العاصمة الجزائر لتنديد باستهداف الكلمة والصحفيين الذين ينقلون الحقيقة المشوهة التي حاول الاستعمار أو الاحتلال الإسرائيلي ترويجها من خلال الأكاذيب التي تقول بأن حماس تقطع رؤوس الأطفال، وتبينت بأنها مجرد أكاذيب إعلامية من أجل حشد الدعم الغربي لكيان متهالك متساقط. الصحافة الجزائرية تريد أن تشد عضد كذلك الصحفيين الفلسطينيين الذين ذهبوا ضحية لهذا الاحتلال الوحشي، وكذلك الصحفيين اللبنانيين المرابطين في الجنوب الأشم، يريدون أن يقولوا لهم الصحفيين الجزائريين شدوا أنفسكم، فأنتم كذلك لديكم سلاح لا يقل أهمية عن سلاح الرشاش وهو سلاح الميكروفون وسلاح نقل الكلمة ونقل الحقيقة وإسقاط أباطيل الاستعمار أو الاحتلال الإسرائيلي الذي مبني أصلا على الكذب منذ ولادته المشوهة إلى يوم الناس هذا. كذلك كما نلاحظ ونحاول أن نسلط بالكاميرا الأعلام الجزائرية في هذه القاعة مع الأعلام الفلسطينية لكي تؤكد دائما أن فلسطين حاضرة، حتى في الأطفال الذين اصطحبتهم الأمهات معهن في هذه القاعة والأولاد ومختلف الفئات العمرية يحملون الراية الفلسطينية ويلبسون الشماغ الفلسطيني المكتوب فيه نحن مع الأقصى إلى آخر رمق من الدماء. كذلك نلاحظ هذه القاعة التي ستنطلق فيها هذه الوقفة بعد لحظات امتلأ جزءها الثاني من المناضلين ومن المواطنين العاديين الذين يريدون بأي طريقة أن يوصلوا مساعدات ولو على رمزيتها إلى المنكوبين من أطفال والنساء في قطاع غزة. نعم، هذا هو نبض الشارع الجزائري والشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك، المتحمس والمتفاعل بشكل كبير مع إخواني في غزة. من الجزائر الزميل سفيان مراكشي. قبل قليل كتائب القسام مشاهدين تقصف عسقلان برشقة صاروخية كبيرة ردا على استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم في غزة. وأيضا في الأخبار، مستوطنات غلاف غزة أو صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة. شكرا جزيلا لشبكة مراسلي الميادين. كان معنا الزميل سفيان مراكشي من الجزائر، وأيضا الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين كانت معنا من البيرة، والزميل عباس الصباغ مراسل الميادين من جنوب لبنان، الزميل هناء محاميد مراسلة الميادين، والزميل أحمد غانم مراسل الميادين كان معنا في غزة. شكرا جزيلا لكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
دعم بلاده الكامل لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال. وفي مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت، شدد عبد اللهيان على أن أمن لبنان مهم بالنسبة إلى إيران، ومن الممكن تصور أي احتمال بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب مع الظروف. بإمكان المقاومة وحدها القيام بما تريده، ولديها كل الإمكانيات اللازمة لذلك. الإعلان عن ساعة الصفر لأي إجراء مقبل في حال استمرار جرائم كيان الاحتلال هو بيد المقاومة، وهي وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في باقي الجبهات، ونحن سنقوم بكل الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لوقف العدوان ورفع الحصار، كما أن قادة المقاومة متماسكون وينسقون معا بشكل ممتاز، وهم حددوا جميع السيناريوهات معا ويدهم على الزناد. عبد الله يان قال أن إيران اقترحت عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي لبحث جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. بخصوص جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، نحن اقترحنا عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي بأسرع وقت ممكن، كما أعلننا استعداد طهران لاستضافة هذا الاجتماع، ونؤكد ضرورة جمع الوثائق والمستندات لجرائم الاحتلال لإرسالها إلى منظمة التعاون من أجل إرسالها إلى المنظمات المعنية، إذ جرى على مدى 7 عقود تقديم الشكاوى الدولية ضد جرائم الاحتلال، لكن تمت إعاقتها من قبل أطراف دولية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وصول سرب من المقاتلات إلى منطقة القيادة. سنتكوم وفي بيان لها عبر منصة إكس أشارت إلى أن الطائرات السرب المقاتلة الاستكشافية من طراز F-15 إيجل وصلت إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية لتعزيز التمركز الأمريكي وتعزيز العمليات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويأتي ذلك تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي الكبير في غزة. إلى ذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته الإقليمية، حيث وصل إلى السعودية آتيا من قطر. وكان بلينكين قد أعلن من الدوحة أنه بحث جهود عدم توسيع الصراع. بلينكين قال أنه طلب من إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب مقتل مدنيين في غزة على حد زعمه. أما أمير قطر تميم بن حمد فشدد على أهمية عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، مؤكدا موقف بلاده بإدانة استهداف المدنيين. بدوره شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني على أولوية وقف الحرب بغزة ثم ضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للعالقين. إلى ذلك، رفضت السعودية ضغوطا مارستها الولايات المتحدة عليها لإدانة معركة طوفان الأقصى. وبحسب وكالة رويترز فإن الرفض جاء على لسان وزير الخارجية السعودي، وهذا ما أكده مصدر أمريكي مطلع على الأمر. بالتوازي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية أن الرياض جمدت المحادثات المدعومة من الولايات المتحدة بشأن التطبيع مع إسرائيل، ما يشير إلى سعيها لإعادة التفكير في أولويات سياساتها الخارجية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب رويترز. شكرا جزيلا للمتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. التغطية من الميادين مستمرة. في أمان الله.